قمة الكرة المصرية تنتهي بتعادل مثير، والأهم من النتيجة كانت الروح الرياضية. تفوق الأهلي في الشوط الأول والزمالك في الثاني، وانتهت المباراة بالتعادل. خرج سامي قمصان سالم غانم من تحدي صعب ومرحلة انتقالية أدى فيها المهمة بنجاح بانتصارين وتعادل أمام الزمالك، وخرج فيريرا بمجموعة شباب رائعة تلعب الزمالك لنهاية الموسم والمواسم القادمة. صحيح الكرة مش حلوة، صحيح في أخطاء كتير من اللاعبين، بس المكاسب موجودة، والمكسب الأهم النهاردة كان الروح الرياضية رائعة من كل اللاعبين علشان يدوا مثل حقيقي ومحترم لكل الجماهير. حاجه كمان، ما هو التحكيم سهل اهو، الصعبه ليه؟